يهود من عند برقاب عقد جماعي جيشي، معنا كما نقول للرئيس الثاني زين العابدين بن علي اعطاه على شركة، قال لك الدراب اخي عقود المشتركة هذوكم هاي عقود لبيع هذوكم اللي عاديين برقابة، لكن الناس سابقين هذوكم ما يبيش نزعوا عليهم الدراب نتاعهم، نزعوا عليهم مثلا نقول معنا كما نقولوا امورهم واضحة، الفتو هن هريلهم تقصدوني نمع الغرية دراب ومع القفل معتمدية مسح احضاء حتى في باجي قايد السبسي رئيس الدولة مصححين هذا كله في الطلبة هاي اللي باش يتوزع علينا قدام موفى 2017 يلزم يكون عندهم مالي شكة ومرتا اجنا اكراب وثلاثة خبراء معاهم ويحددوا معنا كم نقولوا التراب دراهم التراب الكل، وقالوا ان شاء الله معنا كم نقولوا قدام موفى 2017 تكونوا معنا كم نقولوا على علم وتاخذوا معنا كم نقولوا لا لازم تعقل.